العوامل الكتيرة اللي هي ممكن تأثر أو بتسبب في عملية زيادة الوزن. يعني يمكن وضح إنه في قعدة الكمبيوتر أو قعدة المكتب كتير، فإحنا عايزين نوضح الأسباب، يعني بحيث إن إحنا نحاول ندي لجمهورنا إن هو يبتعد عن المسببات دي. أهم مسبب للسمنة المسبب المجهول، احنا بنتكلم على الناس ما اتكلمتش فيه. المسبب المجهول للسمنة هو الترهل، ارتخاء الكتفين، ترهل البطن، عدم شفط البطن، ده السبب الرئيسي لمعظم الناس اللي وزنها بيرتفع ارتفاع كبير جدا. النقطة الثانية اللي بعض أنواع الملابس، زي الناس اللي بتلبس اللوست البنطلونات اللي وسطها ساقط، هنلاقي الدهون بتبظ من الجنبين، تبدأ تطلع من الجنبين، وده خطر كبير جدا لانه بيعمل شكل مش حلو قوي، تلاقي الدهون طالعه من الجنبين كده، من جنب من تحت الحزام. عشان كده بنقول دايما نخلي الحزام بتاعنا عند منطقه السره، واذا كنا بنلبس بنطلون او بنت بتلبس جيبه او كده، تربط الحزام بشكل جيد جدا. لو كلنا نفتكر افلام هند رستم وفاتن حمامه والناس دي، كانت تلاقيهم بيلبسوا حزام عريض جدا حوالين وسطهم وشادينه على الاخر، فكنت تلاقي وسطهم قد كده لحد ما بلغوا 60 و70، فضلوا محافظين على يعني فعلا وزنهم. الجزئيه دي بتساعد فعلا على عمليه تخسيس او عمليه تنظيم. طبعا طبعا الحزام، الحزام احد اهم عوامل التخسيس، ويا ريت يكون الحزام مربوط من بعد الفطار لبعد العشاء، ده هيقلل الشهية، كأننا عاملين عملية تحزيم معدة، بس بدل ما نخرم ونربط من جوه بنحزم من بره، وبالتالي حجم المعدة بيصغر.